مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، عودة من جديد لنتابع فقرات صباحات سودانية اليوم الليلة يوم الجمعة بإذن الله. صباح مميز وصباح مليان بكل الأمل والإشراق والتفاؤل. إذا فقرتنا هذه المرة وزي ما أسلفت قبل الفاصل أنه نحن ما حنمشي بعيد من اللي هو واحد من الركائز ممكن تكون فعالة جدا في مجتمعنا السوداني، ألا وهي الأطفال. ويمكن الأطفال طموحاتهم ما مختصرة فقط على اللي هي ممكن نقول الأحلام الصغيرة أو الأحلام البسيطة اللي بيحلم بها أي طفل قاعد، مثلا يكون همه الأول والأخير إذا كان عنده شوكولاتة أو إذا كان عنده مثلا لعبة حلوة أو يطلع يتفسح في حتة معينة. آمالهم وطموحاتهم يبدو إنها أكبر من كده بكثير. ضيفتنا لهذا اليوم اللي هي طفلة من المجتمع هي أسيل، علم على رأسها نار، عرفت بقوة صوتها وحفظها للهتاف الثوري، قادت مواكب أم درمان وحي أبروف الأم درمان العريق. مشاهدين الأعزاء نرحب معا بالكنداك الصغيرة الجميلة الرائعة أسيل. صباح الخير عليك. طيب أسيل، رأيك شنو نمشي مع بعض احنا المشاهدين نشوف لكي فيديو وانت قاعدة تقودي في مواكب وبتهتفي هتافات ونرجع عشان نخش في تفاصيل حوارنا. طيب عودة من جديد وحنخش طوالي يا أسيل، ويمكن الفيديو اللي احنا شاهدناه هسه قبل شوية ده دايرين تعريف لكل الناس اللي تابعتنا من القاعدة جوا الفيديو. اسمك بالكامل؟ أسيل محمد عثمان. تقريب سنة كم؟ تامن. طيب مدى إعجابك بالبنت اللي كانت قبل شوية؟ كبير صح؟ نفس الإعجاب ده نحن دارين كل الناس ينعكس وانت قاعدة معانا هنا جوا الاستوديو، ونفس الحماس اللي كان في حي أبروف والأم درماني نحن برضو عايزينه هنا جوا الاستوديو. نتفق على النقطة دي عشان نبدأ. تمام. طيب في البداية انت يمكن قدمت حاجة ممكن تكون أو ممكن يكون الأطفال كتار جدا بيخافوا منها، إنهم يطلعوا الشارع وسط جموع من الناس أو مجموعة من الناس. الشجاعة اللي جات لأسيل كون إنها تطلع الشارع تمسك لها مكبر بتاع صوت وتهتف هتافات ثورة، جبتيها من وين؟ أنا أصلا يعني من زمان كنت أحب الثورة. أها. فدي موكب. وقمت أنا طلعتها وشجعت خالتي. يا سلام. وقمت مسكت المايك وهتفته. قاعدة تعرفي عن السياسة حتى لو شوية ولا؟ لا ما بعرف حاجة. ما بتعرفي، لكن طبعا من خلال طلوعك الشارع برضو اكتسبتي حاجات كثيرة شديد، عرفتي ذاته يعني الناس دي ماشة لشنو أو طالعة لشنو. أيوه. طيب من الحاجات اللي عرفتيها من خلال طلوعك الشارع؟ يعني حب الوطن. كنت متحمسة. كنت متحمسة شديد. لقيت الناس كيف وما قالوا لك انت بتصغيرونا امشي خشي بيتكم يا بيت او حاجه بالشكل ده؟ لا. اها. بالعكس كانوا بحمسوني اكثر. كانوا يعني بحمسوني اكثر عشان اطلع. كانوا بحمسوك. طيب بس تعلي صوتك شويه. طيب الحماس يمكن هو الطاغي على شخصيه اسيل وخلاكي شجاعه في الحياة الطبيعية عموما. انت شجاعة بنفس الشجاعة اللي كنت فيها في حي أبروف وانت وسط الجهود ووسط الناس؟ أي. كيف وريني يعني في البيت مشاغبة زي البراءة الهسة اللي احنا شايفينها دي، ونحن اتفقنا انه تكوني نفس شخصية
مشاغبة. طب ورينا شغب حقي ده شوية. طيب حافظة كم هتاف؟ يعني أكثر من 6. أكثر من 6. طيب رأيك شنو تقولي لنا؟ 2 منهم ولا 3؟ وحشجعك أنا والناس في الاستوديو، حسام وأشرف وكريم. طيب صابرين 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 على دل 200، ماشيين مع دل وين ماشيين، شايلين الهم شايلين الهم فوقكم، دل هم يتدفق وسال سال الآمال، وينجم وينجم في صدور الناس، الناس القايسة ملازة، ده ملازة يكون في خلاصة، ده خلاصة من الكيزان، ده خلاصة من الكيزان، هيا كيزان أقسم 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 بنجيب الدار، الدار بالروح والدم، ثورة بالدم بالدم بالدم، ثورة شهداء رمضان حرم، شهداء رمضان مرضيته، شعب السودان انزل، ثورة مرضيته العيش الضاقة، في يونيو اللون فحم، ثورة في يوم نتجمع ونسأل، ثورة زي سيف الباقي رطم، ثورة في يوم رصاص نيزغريد ريحة البارود تنشم، ثورة حندمر كل القتلة، ثورة العمل والشينة وعم معروف وما بتندسة، القتل أعدادهم كم، يا عزة يا عزة يا عز دايركتو، دي الحالة ما بتعجب، أماتنا يا عزة قانون كفتيرة، جمو كيف السيرة، دي الحالة تتكشى، ثورة دايرين كرة صحة، ثورة انعل أبو الصحة، ملعون أبو الصحة، ثورة كانين تسبتونا، ما فيش ولا قحة، سبب المرض إتو والجوع كمان إنتو، مقراي خسرانة أحسن نسيب نمش، ثورة ونشيل جركانة، ثورة والأم عطشانة، ثورة نيلين وعطشانة، ثورة بترول وفقرانة، ثورة. يا سلام عليكي. وطب السؤال هنا، قاعدة تشاهدي الهتافات وين أو قيادة المواكب؟ ونظرا لأنه أنت قلتي من زمانك عندك حس الثورة والجهود اللي قاعدة تطلع في الشارع، بتتابعيها وين أكتر حاجة؟ في اليوتيوب. في اليوتيوب. طيب وقاعدة تحفظيها بشكل سريع ولا بتاخدي زمن علشان تقدري تحفظيها بعدك تقوليها؟ لا بحفظها سريع. تحفظيها سريع. جاتك هتافات كده حسية يعني؟ عندك الإحساس ده إنك تقولي هتاف من نفسك من دون ما تاخديه من زول؟ لا. لسه بدري. طيب حصل شميت بومبان؟ كتير. يا الله صغيرة. أحكي لنا طيب موقف منه. يعني كان مرة في موكب. أها. احنا كنا طلعنا وناس الامن جو وبعدين احنا دخلنا البيت سريع وكان معنا ناس كتار، بعدين قاموا جدعوا البنبان في بيتنا ويعني ناس كتار تضايقوا، كان ريحته قويه لكن يعني احنا تعودنا. كان دافع يا اخي. عندك صحباتك برضو بيمشوا معاكي في نفس المواكب وبيشجعوكي؟ لا بخافوا. طيب يمكن الأطفال أو الصغار دائما أمهم وأبوهم بيمنعوا من حاجات كثيرة شديد، ومن ضمنها اللي هو الخروج الشارع عشان الهتافات أو الثورات، لكن ده هو ناتج عن خوفهم الكبير. طبعا دي مع عزلات 2-3. فدارين نشوف دور والدك ووالدتك لما أنت قلت لهم أنا دار أطلع الشارع علشان أكون من ضمن الثورة. وافق. كنت يعني خايفة لما جيتي تسأليهم أو جيتي تاخدي رأيهم؟ لا نهائي. أول يوم ليكي متذكرة أو لما طلعتي الشارع؟ نهائيا. طيب الدعم الأسري قاعدين يحفزوك اللي هو من الناحية التشجيعية، بيشجعوك قدر شنو؟ بيقولوا لك يا أسيل أمرقي، يا أسيل أعمل حسابك، قاعد تحصل الحاجة دي صح؟ أي. طيب بتستفيدي منها كيف يعني؟ بتاخدي جوانب كيف؟ بطلع عاد يعني ما بيسألوني، لكن قاعد تطلع مع أختي. أها. طب أسألك سؤال، طلعتي ليه؟ عشان الوطن. أها. كان في مشاكل كثيرة. طيب رأيك شنو في الوضع هسه؟ يعني السنة الفاتت لما السودان كله مرق لحد يوم الليلة، في تغيير حقيقي يعني؟ الناس استفادت ولا لسه؟ يعني ماشيين كويس. ماشيين كويس. الواحد بس يمشي وبعدك إن شاء الله بيلقى الحاجة اللي هو طالع عشانها. أي إن شاء الله ربي بإذن الله. طيب هسه يمكن في أطفال كتار صحباتك اللي ما قاعدين يطلعوا معاك ديل أو أصحابك اللي ما قاعدين يطلعوا معاك قاعدين يشوفوكي
وقاعدين يشوفوا أسيلة الكنداكة ودايرة منك توجهي لهم كلام وكلام يكون حقيقي، إذا كان حب الوطن أو إذا كان تشجيع بس لقيادة المواكب زي شجاعتك أنت، وإنهم يتجنبوا الخوف والحاجات الكثيرة ممكن يواجهها أي طفل. يعني ما في داعي للخوف، حاجة عادية. وإحنا كلنا نطلع عشان نحقق يعني مطالبنا، وعايزين سودان جديد. ما في داعي للخوف، حاجة عادية جدا جدا. إن شاء الله. وإنتي هسه ذكرتي اللي هو نحلم بسودان جديد، وبإذن الله حنبنيه، ويمكن الأطفال هم الجانب المضيء بالنسبة لمجتمعنا السوداني بإذن الله. وشاكرين جزيلا للكنداكة أسيل، شكرا لك. عفوا، كنت ضيفة الليلة معنا. عفوا.